لقي إذن أكثر من 5000 شخص مصرعهم إثر فيضانات اجتاحت مدنا شرقي ليبيا جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد فجر الأحد. وذكرت مصادر طبية أن السيول تسببت في فقدان أكثر من 9000 شخص في أكبر كارثة من نوعها تشهدها البلاد منذ 40 عاما. على هذه الأرض المغمورة بالسيول الطينية كانت مدينة درنا الليبية أو درة المتوسط قبل أن يأتي عليها إعصار دانيال القادم من اليونان محطما في طريقه الشرق الليبي. طبعا هذا إعصار كبير وفيضان دمر المنطقة هذه بالكامل، يقول الشعبية البيضاء والمدرسة طبعا هذه كانت صيانة وشبه يعني كاملة، لكن جاء الفيضان هذا دمرها، دمر الأبناك اللي جوه، دمر الأثاث، دمر العشاء الشعبية البيضاء هذه كلها، أرزاق الناس راحت، سيارتهم راحت. سكان المدينة الذين تقدرهم آخر الإحصائيات بنحو 200,000 نسمة جرفتهم بمنازلهم وعرباتهم فيضانات أقرب إلى الطوفان. وهذا المحقن وهذيك الطريق كانت جيلة عند الطريق هذا من فوق، عارفين عجمة درنا هذا السد، كان هناك سد تراب، قاعد سد تراب، وعليه الحيط.